أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس العربي، ونقرأ منها افتتاحيتها بعنوان العراق بلد سريع الاشتعال. يلخص حريق قضاء الحمدانية في محافظة الموصل الطبيعة المأساوية لحوادث العراق الفجائية التي تتراكب فيها الأخطاء البشرية مع المصائب السياسية، بحيث يبدو البلد بأكمله وليس قاعة الهيثم التي جرى فيها الحادث الأليم فحسب. يبدو جغرافيا قابلة دائما لتفاصيل الكارثة للاشتعال، وأكثر هذه الكارثة التي لا تزال تتكشف مع تزايد أعداد الضحايا، ولكن تحليلها يوضح هذه العلاقة بين الوقائع الخاصة والعامة، بداية من انقلاب حدث سعيد يمثله زفاف يحضره عدد كبير جدا من المدعوين. هذا الزفاف الذي انقلب إلى مأتم للعائلات المكلومة والمصابين من النساء والأطفال والرجال، قدرت آخر حصيلته بما يزيد عن 100 وأكثر. نتابع المزيد. ذكرت المصيبة الأخيرة العراقيين بحوادث كارثية أخرى، مثل حادثة العبارة التي جرت في المحافظة نفسها في آذار مارس عام 2019، حين قام صاحب العبارة بتحميلها بعدد يفوق طاقتها، حملها ب 287 شخصاً بدل 50 شخصاً، ما أدى لانقطاع أحد كابلات السحب وجرف ركابها للماء ووفاة 120 عراقياً من كافة الأعمار. بعد عامين من حادثة العبارة وقعت مأساة أخرى، وكانت هذه المرة في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وتسبب الحريق الناجم عن الانفجار في وفاة 82 شخصاً وإصابة 110. بعد ذلك بأشهر فقط حصل حريق في مستشفى الحسين في محافظة الناصرية. تنتقل خريطة الكوارث إذن عبر محافظات العراق من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، وتتوزع أسبابها بين الجشع والفساد والإهمال، وتقوم السلطات بعد كل كارثة بإعلان إجراء تحقيق، فيذهب بعض المتهمين إلى السجون، وتبرأ السلطات العليا والمحلية من المسؤولية عن تقصيرها في الحفاظ على أرواح البشر وتهاونها أو تواطؤها في التلاعب بقواعد بناء الأبنية ونقل البشر، بدليل أن الحوادث تقع في الممتلكات العامة التي تشرف عليها الدولة كالمستشفيات، كما تقع في المباني والممتلكات الخاصة. ونقرأ مقالاً بعنوان حريق الحمدانية، متى تبدأ الرقابة على الأبنية في العراق؟ للكاتب عمار الحديثي. يقول: حريق الحمدانية فاجعة جديدة في العراق بعد أن استحالت فرحة زفاف إلى مأساة، وتبدو الواقعة للوهلة الأولى وكأنها حادثة كغيرها من الحوادث، لكنها في العراق تفضح ملفاً متكرراً من الفساد والإهمال وغياب الرقابة. كيف تسير الأمور في العراق؟ تحصل الفاجعة؟ تسارع السلطات إلى التضامن وإعلان الحداد واستغلال الحدث سياسياً بالخطابات والتسقيط السياسي يعقبه القبض على متعاقدين فرعيين يستخدمون أكباش فداء وليس المقاولين الرئيسيين الذين يعملون واجهات لحيتان الفساد؟ الحرائق أمر طبيعي في العراق، ففي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجل في العراق أكثر من 19,000 حريق في مختلف مناطق البلاد، ووصل عدد ضحايا الحرائق إلى حوالي 855 شخصاً خلال السنوات الثلاث الماضية. وتشير الإحصائيات إلى أن البلاد تشهد سنوياً حوالي 30,000 حريق. وتقول مديرية الدفاع المدني إن أغلب الأبنية التي شيدت بعد سنة 2003 لا تخضع لمعايير الجودة والسلامة، ومعظمها تستعمل مواد الساندويتش بانل والكوبوند. لم تعد المواد البنائية الفاخرة المستمدة من البيئة العراقية مثل الطابوق والمنجور والحجر والسيراميك الكربلائي ضمن الأولويات للمشرفين على إعادة ترميم المباني التراثية والحكومية.
الأمر نفسه ينطبق على المطاعم والكازينوهات والفنادق والمستشفيات ومباني الكليات الأهلية، وذلك بسبب انتشار استخدام مواد الكوبوند في تلك المباني وتفشي الفساد بشكل غير مسبوق في أجهزة أمانة بغداد والجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأعمال العمرانية في العاصمة. في السياق ذاته نقرأ تقريراً بعنوان مآسي حرائق العراق، مشهد متكرر مع استمرار مخالفة شروط سلامة البناء، نشرته صحيفة العربية الجديد للكاتب عادل النواب. يقول الكاتب: عاد حريق قاعة الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية الذي خلف مئات القتلى والمصابين الثلاثاء الماضي، عاد مشهد الحرائق المتكررة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، من بينها حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومستشفى الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار، بالإضافة إلى الحرائق التي اندلعت في مبان ودوائر حكومية وغير حكومية شيدت بمواد بناء مخالفة لشروط السلامة، علما أنها خلفت مئات القتلى والجرحى. وعلى الرغم من تمكن العراق من تشخيص أسباب تلك الحرائق بمعظمها، أدى البناء بألواح سريعة الاشتعال وعدم استقرار التيار الكهربائي وعدم الالتزام بشروط وقواعد السلامة في المباني إلى الكثير من الكوارث، وأن مثل تلك الحوادث ما زالت تتكرر. السبب الرئيسي لكارثة حريق قاعة الأعراس في الحمدانية يعود إلى عدم توفر شروط السلامة والأمان، وهذا الأمر يسجل مع الأسف في مبان كثيرة بالمدن العراقية، الأمر الذي يتسبب دائماً في حرائق وخسائر كبيرة بشرية ومادية. يضيف الكاتب أن استخدام مواد رخيصة في البناء سريعة الاشتعال على سبيل المثال، بالإضافة إلى اختيار نقاط كهرباء رديئة، من شأنهما أن يتسببا في حدوث حرائق بسبب تماس كهربائي، وهذه هي الحالة الأكثر تسجيلاً في العراق. أما الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي فيقول إن المباني في العراق بمعظمها، سواء أكانت حكومية أو غير ذلك، تخلو من شروط السلامة والأمان، وحذر الشريفي من احتمال وقوع ما حصل في قاعة الأعراس بالحمدانية في قاعات ومبان أخرى في مدن عراقية مختلفة. الفساد هو أبرز أسباب استمرار مسلسل الحرائق في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة والجهات المسؤولة لم تحاسب المسؤولين عن الحرائق التي وقعت في السنوات الأخيرة في عدد من المؤسسات والمباني الحكومية، على الرغم من أن لجان التحقيق التي تابعت الملفات كشفت إهمالاً كبيراً في تنفيذ شروط السلامة. كشف تقرير لموقع أوبس جروب الأمريكي عن فشل نظام تحديد المواقع GPS فوق الأجواء العراقية، وخصوصا على الحدود العراقية الإيرانية والحدود العراقية التركية، حيث يجري استهداف الطائرات بإشارات زائفة، مما يؤدي إلى فشل الملاحة الجوية. في 12 تقرير مفصل شمل الطائرات نقل الركاب، ذكر تقرير أن عملية الانتحال لهذا النظام الأمريكي لتحديد المواقع العالمية لم تجري رؤيته من قبل، حيث جرت إصابة الطائرات بتحديد خاطئ للموقع، وفي بعض الحالات تصبح الإشارات غير قابلة للاستخدام وتتوقف ساعة الطائرة، مما يضطر الطواقم إلى طلب المتجهات من نظام مراقبة الملاحة الجوية. أحد طواقم الطائرات من طراز بوينغ 777 المتجهة إلى بغداد أجبرت على سؤال ما هو الوقت وأين نحن الآن، حيث تؤدي جميع الحوادث التي حدثت إلى مطالبة المراقبة الجوية للتنقل. ومن الواضح أن هذا أمر مقلق في المناطق التي تقع فيها هذه الأحداث، وتابع أن موقع التقارير المستلمة تم تحديدها في الخطوط الجوية في شمالي العراق، حيث أبلغت معظم الطواقم عن فشل الملاحة الجوية في محيط أربيل والسليمانية وبغداد، فيما أصبح الانقطاع التام لنظام تحديد المواقع في الأجواء التركية والعراقية أمراً روتينياً. وأشار التقرير إلى أن وجود هذا الخطر الذي يهدد الملاحة الجوية يمتد من منطقة شمالي العراق إلى جنوبيه إلى الحدود العراقية الإيرانية،
ما يهدد في حصول أي خطأ باتخاذ إجراءات من قبل الجيش الإيراني في حال تجاوز الأجواء الدولية نتيجة تضليل الإشارة. الآن إلى تقرير من صحيفة المدى، سنوات أو أربع بعنوان 4 سنوات على ذكرى ثورة تشرين، هل ستعود الاحتجاجات مجدداً لإيناس فيليب؟ يقول في المقال: يستعد الناشطون العراقيون في العاصمة بغداد والمحافظات لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لانتفاضة تشرين التي خرجت في الأول من تشرين الأول من العام 2019، وراح ضحيتها قرابة 800 شهيد و25 ألف جريح بينهم أكثر من 5000 معاق. عضو اللجنة المركزية للاحتجاج الناشط محمد الفريداوي أوضح للمدى أن أغلب المحتجين في كل من محافظات الناصرية والنجف وميسان سيخرجون لإحياء هذه الذكرى داخل محافظاتهم، أما بقية المحافظات فسيكون تواجدهم في ساحة التحرير في العاصمة بغداد. بالسؤال عن عودة الاحتجاجات مجدداً، أضاف الفريداوي أن اليأس أصاب المواطنين بسبب المتسلقين والمدسوسين في ثورة تشرين، مستدركاً بالقول: لكن هناك احتمالية لعودة الاحتجاجات. لكن أحمد جاسم وهو ناشط رأى في حديث للمدى صعوبة العودة مجدداً للاحتجاجات في الوقت الحالي، وذلك بسبب من وصفهم بمدعين النضال والحرية ونشطاء الحركة الاحتجاجية حسب قوله، مضيفاً: تم شراء الذمم والكثير ممن كانوا في الساحات تم وضعهم تحت جناح النظام. وبالنسبة لجاسم فإن الاحتجاج في الوقت الراهن مدفوع الثمن ضد حكومة الإطار لأهداف التسقيط والتصفيات السياسية، وفي حال تمت غربلة الحركة الاحتجاجية من مدعي الحرية وأصبحت حركة احتجاجية ثورية حقيقية تحمل على عاتقها إنقاذ العراق والسير به نحو بر الأمان، وفق ما يقول جاسم سيكون مطلبها الوحيد إسقاط هذه المنظومة الفاسدة. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية من فلسطين تحديدا في نابلس، حيث افتتح في نابلس شمالي الضفة الغربية أكبر معرض اقتصادي تشهده المدينة في محاولة لتشجيع الصناعة وكسر الحصار الإسرائيلي عن المدينة التي يطلق عليها عاصمة فلسطين الاقتصادية. وتعيش نابلس منذ نحو عام حصارا إسرائيليا، حيث تنتشر في محيطها حواجز عسكرية تضيق حركة التنقل من المدينة وإليها، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة الاقتصادية.
تستقطب بلدة غواتابي الكولومبية الشهيرة بمنازلها الملونة وبحيراتها وطبيعتها الخلابة مئات الآلاف من السياح المحليين والأجانب سنوياً. وتبعد البلدة التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في كولومبيا تبعد نحو 79 كيلومتراً عن ميدلين ثاني أكبر مدن البلاد. وتتكون بحيرة غواتابي من بحيرات عديدة صغيرة وجزر خضراء ساحرة تنتشر فيها. صخرة غواتابي الشاهقة المطلة على البحيرات والمناظر الطبيعية الساحرة بارتفاع يصل إلى 2137 متراً، وتعد المحطة الأولى المفضلة للزوار القادمين إلى البلدة. ويتطلب الوصول إلى قمة الصخرة العجيبة صعود سلم يتكون من 644 درجة. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. جلد بالقاعة ومن صارت هاي السعودات هذه الأذى على أبوها هاي قلت لهم شو قالت لي راحت ماما على الحمامات من طلعت ما شفتها دورت عليهم طلعت بنتي وابني وزوجتي وأبويا راحة وبابا لو يشوف هذه راح يموت لبستها بيدي هذا الكمر هذا بيدي ولبستها ذهب أنا على أبو الذهب ثلاث ثواني هاي القاعة نشفت ثلاثة راح بيها أكثر من 100 واحد ثلاثة اللي يحكي على الحكومة يقول لي صوت الحكومة أنا على الوالدة لأن هذا يمال من أبو القاعة وأبو العرس ساعودات اشتعلت اكو سقف ريش نازل من عنده هذا الريش اخذ ابو القاعة اجى فتح الباب وصارت نار فظيعة انا قاعد هنا منه على الباب ثواني ما طولت عائلتي صارت جوا قمنا نسحب عائلتي من جوا العالم هنا وقمنا نصيح ونجيب ماكو نار صار كارثة الحادث صار بقاعة الهيثم الموجودة في قرقوش حمدانية صار النار قبل الساعة 11 وبدت تاخذ يعني البناية بدت تاخذ بسرعة يعني مهولة فإحنا ما سمعنا إلا يعني صوت السيارات والإسعاف كون بيتنا يعني الدير قريب من القاعة بعد ما يعني طلعنا وحتى نشوف الحدث شنو شفنا بأنه بدت الجثث تطلع والشباب بدوا استنفار قوي يفوتون على القاعة على مود يطلعون أكبر عدد من الأشخاص طبعاً تأخروا الدفاع المدني إلى أن جاء تقريباً التهمت 3/4 القاعة إلى أن جاء الدفاع المدني فصار ضحايا كثيرة وجثث متفحمة ويعني مأساة بصراحة يعني ما توصف
في العراق فواجع تتوالى وإهمال حكومي للأسف لا يتوقف، وتوغل وتغول ميليشياوي لا يعرف أحد متى سينتهي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، كونوا بخير.